يا مساء الخير مجددا، أهلا بكم. البخاري، من هو البخاري؟ البخاري أعتقد أغلب الناس عارفين البخاري، صاحب كتاب صحيح أحاديث البخاري، الكتاب اللي ما بين إيدينا دلوقتي يا جماعة، اللي هو ده للإمام الذهبي، مش البخاري نفسه اللي كاتبه، اللي هو فتح الباري لشرح صحيح البخاري، اللي هو تقريبا 10 مجلدات او 11 مجلد حاجة كده، كل كتاب او كل مجلد مليان باب المغازي، باب الزواج، باب الصلاة، باب مش عارفة ايه، متقسمة ابواب كده. هو ناقل للحديث، بس عايزين نتعرف عليه، على الراجل ده. هو محمد ابن، هناخد ببساطة الحاجات اللي تهمنا، محمد ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برزنة ابن بردزة ابن بردزابة ابن الأحنف الجعفي القحطاني النسب. قحطاني إزاي وهو راجل من بخارى؟ قحطان دي في حتة وبخارى في حتة تانية. قال لك أبو عبد الله ابن أبي الحسن البخاري من مدينة بخارى في إقليم خراسان، وأصله من مدينة بلخ، وهي إحدى ولايات أفغانستان اليوم. وهو الحافظ إمام أهل الحديث، اتولد في شوال سنة 194 هجرية، ومات أبوه وهو صغير، فنشأ في حجر أمه، فتوجه إلى حفظ الحديث وهو في المكتب، وقرأ الكتب المشهورة وهو ابن 16 سنة، حتى قيل أنه كان يحفظ وهو صبي 70 ألف حديثا سندا ومتنا. أصيب بصره وهو صغير، فرأت أمه في منامها إبراهيم الخليل وهو يقول: يا هذه قد رد الله على ولدك بصره بكثرة دعائك، أو قال بكثرة بكائك، فأصبح بصيرا. طيب، الكلام ببساطة، طفل زي اطفال كتير في التوقيتات دي، رمض، مرض، بتاع، نظره ضعيف، نظره ضعيف. فكره المعجزات ان هي طول الوقت المعجزات مكمله معانا، ان الراجل ده كان كفيف او عنده رمض او مريض او اي حاجه، وبعدين عشان امه ست صالحه وست دعت ربنا كتير في المنام، فجالها النبي ابراهيم. طب ليه مش النبي محمد يعني؟ بس ماشي، مساء الفل يا هشام، اهلا بيك. بس ماشي، الراجل الولد ابوه مات وهو طفل لسه تقريبا عنده سنتين، وكان كفيف، فامه ودته لما كبر شويه كده بقى عنده 6 سنين، ودته المكتب اللي هي الكتاب يعني يا جماعه، عشان يحفظ، حفظ 70 ألف حديث وهو طفل، متنا وسندا، متنا وسندا. انتوا عارفين المتن والسند، السند اللي هو عن، والمتن ده اللي هو بيبقى سطر مثلا، ممكن تلاقي صفحة عن فلان، عن أبيه، عن جده، عن فلان، عن فلان، عن فلان، عن فلان، إنه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده أو بلسانه أو بقلبه، وهذا أضعف الإيمان. سطر، أقل من سطر، وتلاقي المتن بتاعه، السند بتاعه صفحة. فالولد ده حفظ 70 ألف وهو ابن 7 سنين أو ابن 10 سنين، اللي هو يا دوب ابتدى يبقى واعي مثلا، وعنده 5 سنين أمه توديه البتاع ده ويرجع البيت، يراجع الراجل ده اداهوله في اللوح، لوح كده من طين أو حتة جلد معزة أو أي حاجة يكتب عليه. بالمناسبة، توفر الحاجات دي ما كانتش حاجة سهلة كده، القرطاسيات زي ما بيسموها، ورقة وقلم بقى، واكتبي ورايا ونسجل ونعمل، ما كانتش سهلة قوي على فكرة الحاجات دي. بس بداية كده، بداية كده، بداية القصيدة كفر، إن الست قابلت النبي إبراهيم وقال لها: أنت من كتر ما دعيتي ربنا بعتني ليكي عشان أقول لك إن الولد بقى بيشوف. طيب، وخدوا بالكم، 194 هجرية، يعني اتولد، قولوا ابتدى يكتب، سافر وابتدى يتعلم وهو عنده 16 سنة،
يعني بعد 210 سنة من موت النبي. مين فيهم من الصحابة اللي شافوا عن حفظوا عن النبي وشافوا حركاته وصلاته وكلامه وكل الكلام ده كان لسه عايش؟ تمام. إذا هم اختلفوا أصلا في جمع القرآن واقتتلوا ومات، يقال إنه اللي مات في معركة الجمل عدد كبير جدا، في ناس بتوصلوا لحد 20,000. اللي مات في صفين كام واحد؟ اللي مات في معركة اليمامة أو حروب الردة بتاعت أبو بكر الصديق، وعشان كده ابتدوا يفكروا يجمعوا القرآن، فعدد كبير جدا من الصحابة وحفظة القرآن والرواة واللي كانوا ماتوا أساسا في عهد بعد موت النبي. على طول بعد موت النبي بسنة واحدة حصلت حروب الردة، وبعد كده الحروب المقتلة العظيمة في عهد عثمان، انت بتتكلم بعد 12 سنة بس من موت النبي، بعد كده معركة الجمل، صفين، النهروين، انت قضيت اساسا على الناس اللي ممكن تاخد منهم في حوالي كام سنة. احنا بنتكلم 12 24 سنة، 25 سنة كان قضية تقريبا على معظم الصحابة. جبت منين بقى؟ والاطفال الاولاد اللي كانوا مولودين في الوقت ده وحكى عن ابوه، الاب طول الوقت بقى في ده كان في حرب مع علي، ده كان في حرب مع معاوية، ده كان طالع مع معرفش مين، لحق امتى يكلم ولاده؟ لحق امتى يكلم ولاده لو كان اعتماده بقى على الاخباريون، الناس اللي هم ايه، ده انا سمعت من ابويا، ده انا سمعت من عمي، ده انا عرفت من جوز خالتي. الكلام ده صعب، الكلام ده صعب جدا يا جماعة. تعالوا نشوف بقى شيوخه وتلاميذه. شيوخه فهم كثير، حدث محمد بن أبي حاتم عنه أنه قال: كتبت عن 1080 نفسا. 1080 عالم الشيخ البخاري كتب عنهم، أنتم متخيلين؟ ليس فيهم إلا صاحب حديث. طيب ما احنا لسه قايلين، أنت جايب منين العدد ده؟ 1080 شخص جايبهم منين يا عم البخاري او يا كاتب هذا الكلام؟ جبت منين 1080 شخص واصحاب حديث؟ احنا قلنا انه اللي ماتوا في اليمامة، اللي ماتوا في فتنة عثمان، اللي ماتوا في موقعة الجمل، في صفين، في النهروين، والمقاتل العظيمة اللي حصلت بعد كده لحد ما وصلوا ل 210 في العهد العباسي. بنتكلم معقول كان لسه عايش حد؟ ده اللي هرب للشام بقى ابو هريره وقعد في حضن الخلافه اللي مش عارفه ايه، مات بعد قد ايه؟ مات بعد، تقول لي بقى سمع عن من قالوا او عن من سمعوا من فلان. واحنا عارفين ان في العهد الاموي اتالف احاديث كتير جدا على ايد ابو هريره، ابو هريره اللي نهره وضربه وقالت في حقه كلام مش قد كده السيده عائشه. واحنا بنتكلم هنا في عهد جديد جدا بالنبي، قريبين جدا من النبي، لكن المقاتل والحروب اللي حصلت بعد كده ابقت على حد عشان يقول لي ده هو نقل عن 1080 شخص؟ احنا بس عايزين نتكلم كلام بالعقل يا اخوانا، عايزين نتكلم كلام بالعقل. كما في سير اعلام النبلاء، واهميه الشيخ تختلف بحسب الاعتبار، فقد تكون الاهميه بسبب مكانه الشيخ العلميه الرفيعه، راجل طيب، بسبب اقصار البخاري عنه، يعني ده بيكلمك عن أهمية الناس اللي هو نقل عنهم البخاري. يعني إيه قد يكون أهمية المشايخ دول عشان البخاري اتكلم عنه كتير. لسه برضو إيه في بنتكلم في مجال الناس اللي اتكلم عنهم البخاري. وقد يجتمع في الشيخ أكثر من اعتبار واحد، أما شيوخه الذين أكثر عنهم جدا في الصحيح ولهم عنده أكثر من 100 رواية، عبد الله بن يوسف التنسي وقد فاقت روايته عنه 300 رواية، علي بن عبد الله المدني فاقت مروياته 200، أبو اليمان الحكم بن نافع موسى بن إسماعيل التبوذكي، عبد الله بن محمد المسندي، أبو نعيم الفضل ابن دكين، محمد بن بشار المعروف،
ببندرة، قتيبة بن سعيد، سلمان بن حرب، أبو الوليد هشام بن عبد المنذر، محمد بن يوسف الغرياني. المهم دول المشايخ. ذكر الذهبي في ترجمته، في ترجمة البخاري، أسماء أشهر شيوخه ورتبائهم بحسب البلدان، فسير أعلام النبلاء الكلام ده. أما الحافظ ابن حجر فله ترتيب آخر مفيد في هدى الساري، ينحصرون في 5 طبقات. الطبقة الأولى من حدثه عن التابعين، مثل محمد بن عبد الله الأنصاري حدثه عن حميد، ومثل مكي ابن إبراهيم حدثه عن يزيد ابن أبي عبيد. بصوا يعني بتوصل السلسلة قريبة جدا جدا من العصر الحديث بعد 200 سنة. يعني ما فيش حد موجود هناك إلا اللي يقول لك جدي عن عمه عن مش عارف مين. هل الكلام ده، هل الكلام ده، خلينا نقول إن البخاري على حسب مقولة ناس كتير قالوا إنه في قعدة مجموعة من العلماء قالوا: ألا يقيد الله لنا أحد يجمع كلام النبي؟ ليه بقى الكلام ده؟ لأن اللي كان اشتهر في بغداد في أسواق الخلاف المدن، يعني زي ما قلت لكم قبل كده، كان الناس في السوق، واحد بيبيع تمر وواحد قاعد بيبيع سمك، فبتاع التمر سوقه نايم، فيقول لك ايه: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال: اذا اسمكتم فاتمروا. واحد بيبيع فول اخضر، واحد بيبيع طماطم، واحد بيقول مش عارف، لازم يدخل الحديث، علم الحديث او بتاع ده، حديث عن النبي في الموضوع عشان ينفق البضاعه بتاعته، يبيع بضاعته، فيقول لك النبي عليه الصلاه والسلام قال لك: اكثروا من اكل مش عارفه ايه، اكثروا من اكل كذا. بالظبط، الاسم من اوزبكستان، ما هوش عربي اساسا. بيقول لك انه اكتر من تاثر به البخاري وتعلم منه هو علي ابن المدني او المدياني، روى عنه خلائق وامم كثيرون، وقد روى الخطيب البغدادي عن الفريري انه قال: سمع الصحيح من البخاري معي نحو 70,000، لم يبق منهم احد غيري. يعني الفرقه خدتهم مثلا. الخطيب البغدادي ده بيقول، الفريري بيقول ان هو سمع الصحيح ده من البخاري. طيب هو سمع، هل في مخطوطه بايد البخاري يا جماعه؟ في مخطوطه ورقه كده متصوره وثابته بايد البخاري ان هو قال كل الكلام ده عن نفسه؟ مفيش اي حاجه على فكره، كلها شروحات وتحقيقات وكتب. احنا مش عارفين اصل الراجل ده فين، اذا هو اساسا مكانه ومولده. في الاول قالك ده قحطاني، وبعدين رجع لا ده هو من اوزبكستان ومش عارفه منين، فمفيش حاجه ثابته عندكم. على اساس ايه يطلع رئيس اهم مؤسسه اسلاميه في العالم الاسلامي كله يقول لك اصح كتاب بعد كتاب الله هو البخاري؟ على اساسه بيتاخد التشريعات والقوانين اللي بتوضع تمشي حياه البني ادمين، قوانين احوال شخصيه، مواريث، قوانين جنائيه كمان وهكذا. البخاري صفاته بقى بيتمتع بصفات وشمائل كريمه لا تتوافر الا في العلماء المخلصين، الاقبال على العلم، قام باداء فريضه الحج وعمره 18 سنه فاقام بمكه يطلب فيها الحديث. يعني ابتدى وعمره 18 سنه يطلب الحديث، ثم رحل بعد ذلك الى سائر مشايخ الحديث في البلدان التي امكنته الرحله اليها، وكتب عن أكثر من 1,000 شيخ. الجد في تحصيل العلم، وقد كان البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقد السراج ويكتب الفائدة التي تمر بخاطره. شوفوا يا جماعة، شوفوا يا جماعة، صعوبة المواصلات في الوقت ده، صعوبة انك الناس كانت بتروح رحلة بقى كله بالركائب، مفيش حاجة، مفيش أي آلة، ما فيش اي وسيله من وسائل الوصول، المواصلات يعني، توصلوا للمكان اللي هو عايزه بسرعه. فكانت لما تيجي تقول لي 700,000 حديث او 650,000 حديث، الراجل ده
عشان يتنقل من بلده لمكة محتاج أيام طويلة جدا، محتاج أيام طويلة جدا وإرهاق وتعب، ويدور على حد بقى يساعده ويعمل له كذا ويودي له بتاع، وحد يجيب لي المحبرة والبتاع اللي أنا الجلود أو اللحاق أو الورق أو أيا كان اللي هكتب عليه. إمتى لحق يعمل كل الكلام ده؟ ده لو كانت الناس هي اللي بتقطع المسافات وتروح له وهو ثابت في مكانه ما كانش يقدر يكتب الكلام ده، ما كانش يقدر يكتبه إلا من بيقول لك من أوزبكستان للحجاز شهرين مثلا، لحق يكتب بقى الكلام إمتى؟ الكلمة دي يا جماعة بصوا: وقد كان البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقد السراج ويكتب الفائدة تمر بخاطره، ثم يطفئ السراج، ثم يقوم مرة أخرى وأخرى حتى يتعدد منه ذلك قريبا من 20 مرة. إيه ده؟ هو كان بيكتب فوائد من دماغه؟ يعني هو كان بيكتب فوائد من دماغه؟ هل كان في ناس يا جماعة تضمر العداء لأسر مثلا من الهاشميين أو القرشيين فكانت بتكتب مثلا الأحاديث الموجودة عند البخاري في حق السيدة عائشة لصالح علي بن أبي طالب مثلا، وقصة صفوان بن المعطل وما حدث وخروق ورجوع ومش عارف إيه في الفجر والكلام ده؟ إحنا عندنا القرآن بيقول إن الذين مش عارفة إيه في الإفك عصبة، الآية اللي بتتكلم عن الإفك، ما قالش بقى هو مين، ولا عبد الله بن أبي بن سلول، ولا حمنة بنت جحش، ولا حسان بن ساب، ما قالش الكلام ده. هو اتكلم عن حادثة الإفك وقال لك إن العصبة اللي اتكلمت في حادثة الإفك وقعته من صدى عند ربنا بس. جابنا منين بقى كل القصص دي؟ اعتمد على إيه الراجل ده؟ فكرة إنه يقوم من نومه في الليل عشان يكتب الفائدة والطرح ده يعني موضوع كبير الصراحة. قوة حفظه وذاكرته، شوفوا بقى: وهب الله الإمام البخاري منذ طفولته قوة في الذكاء والحفظ من خلال ذاكرة قوية تحدى بها أقوى الاختبارات التي تعرض لها في عدة مواقف. يقول البخاري: ألهمته الحفظ. قال فين؟ البخاري قال الكلام ده فين؟ في أنهي كتاب؟ زي بالظبط كده ابن تيمية، كتاب مجموع الفتاوى لابن تيمية، ناس نقلت عنه اسمه إيه ده اللي نقلها؟ محمد بن عبد الوهاب، وصار كتاب لابن تيمية، مجموع الفتاوى لابن تيمية. هل ابن تيمية قال الكلام ده وكان يقصد التفاسير اللي موجودة فيها، ولا كانت نيته حاجة تانية؟ كذلك الراجل ده بيقول لك إيه، كتب عن نفسه أو شهد عن نفسه إنه كذا وكذا وحفظ إيه وعمل إيه، فين؟ ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب، وكان عمري حين ذاك 10 سنين، ولما بلغ البخاري 16 سنة، فوق على فكرة إلينا 18 بس ماشي، كان قد حفظ كتاب ابن المبارك ووكيع. وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعت حاشد بن إسماعيل وآخر يقولان، وآخر يعني اللي هو كده يعني، كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام، فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام، فكنا نقول له: إنك تختلف معنا ولا تكتب، فما تصنع؟ فقال لنا يوما بعد 16 يوما: إنكما قد أكثرتما علي وألححتما، فاعرضا علي ما كتبتما. فأخرجنا إليه ما كان عندنا، فزاد على 15 ألف حديث، فقرأها كلها عن ظهر قلب. يا ترى ده يا جماعة معناه إنه فكرة إن أنا أحفظ، يعني طب أنت فين إعمال عقلك في الكلام اللي هم قالوه؟ أنت حفظت، أعملت عقلك بقى في إعمال عقل وحكم إنه مثلا إنك تكتب حديث زي ما أرى إلا ربك يسارع في هواك، الحديث ده في البخاري: ما أرى إلا ربك يسارع في هواك. عايز تتجوز زينب بنت جحش، يلا اتجوزها. عايز تتجوز مش عارف مين، يلا كذا. وامرأة المؤمنة وهبت نفسها للنبي خالصة له من دون المؤمنين.
هل لو انت عملت العقل تصدق ان الحديث ده صحيح، ان دي ام المؤمنين ودي بنت صاحبه ودي لازم تكون من اوائل من صدقوه تقول عنه الكلمة دي؟ ده يورينا حتى لو الكلام ده صح ان الموضوع ما هو الا عيل في الكتاب عمال بيحفظ وخلاص، ونقل لنا الكلام ده واحنا ماشيين وراه. سمعت محمد بن خماروي، سمعت محمد بن اسماعيل يقول احفظ 100,000 حديث صحيح، احفظ 100,000 حديث صحيح واحفظ 200,000 حديث غير صحيح. وقال سمعت ابا بكر الكلوزاني يقول ما رايت مثل محمد بن اسماعيل كان ياخذ الكتاب من العلماء فيطلع عليه اطلاعا فيحفظه عامة اطراف الاحاديث بمره. يعني ايه بمره؟ يبص على الكتاب بصه كده يرجع حفظه صم بصه. يعني انا بس نفسي افهم تفوقه عن لا اعلم شيئا يحتاج اليه الا وهو في الكتاب، لا اعلم شيئا يحتاج اليه الا وهو في الكتاب والسنة. زي ايه؟ زي ايه؟ احنا انا مثلا ده حقيقي حاسه دلوقتي ببدايه التهاب في زوري كده، افتح الكتاب والسنه هلاقي مضاد التهاب، في نوع دواء كده كبسولات اسمها ميكوتيك، هل موجود او اشاره ليها في الكتاب والسنه؟ يعني ايه لا اعلم شيء احتاج اليه الا وهو موجود في الكتاب والسنه؟ لا مش كل شيء انت بتحتاج اليه. النهارده في مشاكل ما بين النيجر وفرنسا، النيجر عملت انقلاب على الجيش، عمل انقلاب على الرئيس، وفرنسا محتاجه اليورانيوم علشان الكهرباء. حضرتك احنا انا ممكن جدا اكلم، انا ممكن جدا اكلم ماكرون ادخل الاسلام وافتح الكتاب والسنة هتلاقي حل لمشكلة انتاج الكهرباء عندك من اليورانيوم اللي قطعته عنك النايجر. هنلاقي فيه ازاي نعمل الكهرباء من اليورانيوم. يعني ايه؟ ايه قول اللي انت تحتاجه، اشرب ازاي، ادخل الخلاء ازاي، لكن مش اللي نحتاجه النهاردة حتى مش في كتابك، لا ده في الكتاب والسنة مش هنلاقيه، مش هنلاقي ليه إجابة أصلا. تهيأت أسباب كثيرة لأن ابن كثير البخاري من التأليف، فقد منحه الله ذكاء حادا وذاكرة قوية وصبرا على العلم ومثابرة في تحصيله ومعرفته واسعة بالحديث النبوي وأحوال رجاله من عدل وتجريح وخبرة تامة بالأسانيد صحيحها وفاسدها. أضف إلى ذلك أنه بدأ التأليف مبكرا فيذكر البخاري برضو، البخاري هو اللي بيقول أنه بدأ التأليف وهو لا يزال يافع السن في 18 من عمره، وقد صنف البخاري ما يزيد عن 20 مصنفا منها الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه المعروف بالجامع الصحيح أو صحيح البخاري، أهو الجامع الصحيح صحيح البخاري. طيب الأدب المفرد وطبع في الهند والأستانة والقاهرة وطبعت منه كتب كتير، التاريخ الكبير وهو كتاب كبير في التراجم رتب فيه أسماء رواة الحديث على حروف المعجم.